تحدثت فعلا عن مجموعة من الشروط اللي لابد تتوافر في عملية الشراء والبيع، ولكن هنا لو عايز اتكلم على شروط البيع والشراء في الانترنت او عبر الانترنت، ايه الشروط اللي المفروض تاني تتواجب في هذه العملية؟ هو هذا الذي تكلمنا عنه، يعني عندما تحدثنا عن شروط اخرى يعني خاصة بالانترنت شوية. عندما تحدثنا عن حكم البيع تكلمنا عن قاعدة صحة البيع وأصل الأمر فيه، وأن الأمر مبني على تحقيق هذا المناط. نعم، تحقيق المناط يعني إيه؟ تحقيق المناط يعني عرفنا علة الجواز أو علة الحكم الشرعي. نعم، هل هذه العلة متحققة في هذا المحل أو في هذه المسألة؟ وهذا يسمى عند الفقهاء بتحقيق المناط، فإن المسائل المستجدة لا تنتهي. كلما خلق الله تعالى جيلا وعصرا كلما وفقهم لابتكار الأساليب المناسبة لثقافاتهم ولعصرهم وتقدمهم وثقافتهم المعرفية أو سقفهم المعرفي. ولذلك فلا نقف دائما عند المسائل التي نجدها في كتب التراث الفقهي، بل ننطلق لنفكر كما فكروا. هل تتحقق علة الحكم في هذه المسألة المستجدة؟ وها هنا تطبيق. نعم، في مسألة البيع عبر الإنترنت تطبيق واضح. احنا بنتكلم على الرضا، بنتكلم على رفع الجهالة، بنتكلم على صدق وصحة عدم وجود الغرر. نعم، هل هذا متحقق؟ مش لازم الجهالة ترتفع بالرؤية، بل ممكن أن ترتفع بالوصف. يمكنه مش لازم حكاية التسليم دي حقيقة يدا بيد، بل التسليم هنا حكمي مع تطور الوسائل في نقل الأموال وفي التبايع بين الناس. أصبح الآن الأمر منوطا كما قلنا بتحقق علل الأحكام. هل تتحقق في هذه المسألة المستجدة؟ هل تتحقق في تلك؟ وهكذا.